كثير، وأعود بنفس السؤال الذي سألته الأستاذ حطاب ولم يجب عليه، يعني لماذا هذا التخوف دائما من كثير من الوزارات من التعامل مع المرأة برأيك؟ هم الوزارات هذول جايين من فين؟ جايين من كوكب آخر؟ مننا، من ثقافتنا، من مخرجات التعليم الموجودة في البلد، يعني من مخرجات كل مؤسسات التربية الموجودة في المجتمع. هم اللي موجودين في الوزارات، هم اللي موجودين في التعليم، هم اللي موجودين في الصحة، هم اللي موجودين في المرور، فلا نعتب عليهم، لأن هذه ثقافة منتشرة في كثير جدا، ليس في الكل، إنما في كثير جدا من العقليات إنه المرأة أقل. ترى هذه الثقافة أنا أعتقد كمان أيضا لم تكن فقط محصورة في العالم العربي أو في المملكة العربية السعودية، حتى كانت في أوروبا، في أمريكا كذلك كانت المرأة أقل، حتى في يعني بعض الأفكار الأيديولوجية تنتقص من قيمة المرأة. لذلك أعتقد ماني عارف ليش المرأة مهضومة كده في حقها في العالم، وفي التاريخ كمان مهضوم حقها دائما يعني. فلابد الإسلام جاء ليصحح هذا المفهوم يا إبراهيم، الإسلام جاء يصحح هذا المفهوم، نحن لا نعود إلى ما قبل الإسلام، لابد أن ننظر للمرأة على أنها كيان كامل متكامل، لها الحقوق ولها الواجبات التي نتقاسمها يا أخي. لمتى تظل المرأة بوكيل شرعي يا أخي؟ والله انه يعني ما بدي اقول، انه بقول عيب يعني، صرنا نخجل اذا كانت تتكلم انت خارج المملكه يقول لك انت المراه بالشكل ده، ايش اقول له؟ طبعا انا هيك انه يقول لك انه المراه مالح يعني. يعني عموما القضيه بشكل عام انه في تعب من المواطن مع الحكومه، مع كل قطاعات الحكومه، يعني مش بس مع قطاع وزاره العمل، مع الجوازات، مع الاحوال المدنيه، الكل يشتكي، والجهاز مترهل، الجهاز مترهل. أضف لذلك قلت لك الثقافة هذه المتكدسة عبر سنوات طويلة ضغطت على هذه الأمور. الوجود ترى الأخ عادل فقيه بهذه العقلية، طبعا أنا بتكلم أتحدث عن عادل فقيه ليس فقط يعني ليس الوزير عشان تكون فصول. أنا بتكلم كعادل الأخ يعني صديق، إنه هذا الرجل بالعقلية هذه، بهذه الرجل المتفتح يقف أمام هذه الأفكار الضرامية مؤكد، مثل عادل فقيه وأمثال وزراء ما شاء الله تبارك الله جيدين بهذا المستوى يقفوا أمام هذا التوجه الظلامي اللي يريد أن يرجع المملكة للخلف. وكثير أفكار ما زالت حتى الآن تقول، وفتاوى كثير نسمعها في النت كلها مضحكة، كلها تردنا إلى الخلف ألف سنة وراء. لكن يا إبراهيم القضية قضية إعادة، الإعادة تبدأ من فين؟ لو أردنا أن احنا بنقرر الآن أن احنا بنبني جيل آخر غير كمال عبد القادر وإبراهيم فرحان، ولو أن إبراهيم فرحان أصغر مني في السن، لكن خلينا أقول غيرنا احنا، هنعمل إيش؟ لازم نبدأ الآن الآن الآن، يعني الساعة دحين 9 بالضبط يوم الثلاث، لازم نبدأ الآن إنه نفكر إنه كيف نغير التعليم، لأنه بعد 20 سنة حيجونا ناس غير اللي إحنا صرنا منهم، حيجوا ناس جدد، حيجوا طيب. أفكار جديدة بعد 20 سنة شباب. فهذا الفكر نتمنى إنه يعني وزارة التربية والتعليم تفكر في هذا الموضوع. نعم، أيضا معنا عبر الهاتف مباشرة سيدة أعمال سعودية، وهي أيضا رئيسة حملة إلغاء الوكيل الشرعي الأستاذة عالية باناجا. أستاذة عالية أهلا ومرحبا فيك، يعني أين وصلت حملتكن يعني القاضية بإلغاء الوكيل الشرعي، وما هي أبرز يعني محطاتها حتى الآن؟ السلام عليكم ورحمة الله، رحب بالأستاذ كمال عبد القادر وبحضرتك. أهلا فيك. بيسكلي الحملة أنجزت وأتلغى بالفعل الوكيل الشرعي من جميع الدوائر الحكومية وجميع الوزارات، وقد تم سحب يوم 5 أكتوبر كل النماذج اللي موجودة في الوزارات، ولم يكن هناك طلب لأي وكيل شرعي من أي وزارة من الوزارات ما عدا 2 فقط، وهو عند فتح ملف عن طريق الحاسب الآلي في وزارة العمل، وعند ترخيص عمل ترخيص فتح ملف تصوير نسائي. هذه هي الشرطين حقون الوكيل الشرعي اللي موجودين في الوزارات. الو طيب احنا معاك. طيب الى مدى يعني وصلتم او يمكن القول ان المرأة يعني حصلت على استقلاليتها بشان مثلا قدرتها على انهاء معاملاتها لدى الوزارات وايضا القطاعات الحكومية بشكل عام، ويعني ومن دون شرط الوكيل الشرعي او وجود المحرم؟ هو انا بعقب على كلام السيده العنيزي، دوبه بيقول انه هو ما قال الكلام المكتوب اللي نشر اليوم في جريده الوطن. اللي نشر اليوم في جريده الوطن يعني مو فقط السيده العنيزي اللي قاله، قال برضو حررت الصحفيه وقالت انه في سيدتين نزلوا لوزاره العمل لاستخراج تصاريح وفوجئوا بشرط انه يكون وكيل الشرعي احد من محارمها. فاذا اخذنا
كلام السيدة العنيزي في عين الاعتبار. طب ما بالكم من هدول السيدتين اللي نزلوا وزارة العمل ووجدوا هذا الشرط موجود؟ هدول برضو كان متهيأ لهم ولا شافوا نماذج قديمة؟ مع أنه إحنا يوم 5 أكتوبر سحبنا النماذج الموجودة في وزارة العمل كلها ولم نجد غير هذا الشرط الوحيد اللي يستوجب وجود وكيل الشرعي. يعني إحنا الآن واقفين سيدات الأعمال في حيرة من أمرنا. يعني نصدق مين؟ إذا الجرائد بتنزل أخبار ما ممكن نعتمد عليها، وإذا السيد وكيل الوزراء أو السيد العنيزي بيقول أنا ما قلت هذا الكلام وبكرة حنزل تعميم أو بيان حينشر في كل الصحف. لماذا هذا الخلط؟ يعني ما هو السبب؟ ليش بتحطونا في مواقف إنه إحنا نفتح جريدة الصباح نتفاجأ؟ يعني اليوم التليفونات وسيدات الأعمال في كل حتة في المملكة، يعني جاهم ذهول من الخبر. ليه بيحصل هذا الموضوع؟ المفروض إن إحنا نكون في الآن في فترة انتقالية. يعني الملك عبد الله عمل القرار الأخير له بتعيينها في مجلس الشورى وفي مجالس البلدية. المفروض القرارات اللي تيجي بعد كده كلها لصالح المرأة. لا. حتى لو كان، والمفترض أنه عن طريق الخطأ، لا، ما في مجال للخطأ في هذه المواضيع، ما في مجال، لأنه الخطأ زي ما قال السيد كمال عبد القادر حيرجعنا على وراء. وإحنا الآن يعني المفروض من 10 سنين، من 5 سنين قد ابتدينا، لأنه المرأة في الدول الأخرى قد وصلت القمر، وإحنا لسه بنتناقش في موضوع وكيل شرعي. طيب استاذ عاليه، يعني هل احد اتصل عليك من السيدات انهم ذهبوا مثلا الى وزاره العمل وطلبوا منهم فعلا انه لازم وكيل شرعي حتى يعني ينهون معاملاتهم؟ انا ماني جهه، بغض النظر عن الجريده، لنعتبر انه الجريده هنالك خطا في او ان هنالك يعني عدم فهم كما ذكر الاستاذ كمال عبد القادر، وبالتالي وزاره العمل يعني عبر متحدثها الرسمي سوف يعني تنفي هذا الخبر. أنا أسألك شخصيا ومن خلال حملتكم، هل يعني رصدت أحد وقال لك أنه مثلا يعني ذهبت إلى وزارة العمل ورفضت وزارة العمل يعني دخولها أو مثلا تسهيل معاملاتها؟ أولا وزارة العمل زي ما تفضل السيد، أولا أنا ماني جهة حكومية علشان السيدات يتصلوا فيا ويقولوا لي الموضوع ده لسه فيه، لكنك من ضمن حملة وأنت من أسس هذه الحملة وتقودينها، وبالتالي أكيد عندك يعني اتصالات. بتديني فرصة أتكلم لك صح؟ اللي اتصلوا فيه هم القائمين على الحملة، اللي معانا موجودين في الحملة، وطلبت منهم إنهم بكرة ينزلوا على وزارة العمل يسحبوا النماذج مرة تانية ويشوفوا إيش يعني صحة هذا الموضوع. لكن معليش، إحنا حتى لو مرة تانية يعني نرجع نعيد الكلام هذا تاني، المفروض حتى الخطأ ده غير وارد، ما المفروض يكون في خطأ زي، ولا أعتقد أن صحفية ممكن تخطأ خطأ كبير زي كده إذا ما كانت هي معتمدة على تسجيل. أو كلنا بيعملوا معانا مقابلات الصحفيات، ما في واحدة صحفية بتكتب من راسها، هي ما أخذت كتاب كلام السيدة العنيزي لوحده، هي راحت عملت انترفيو مع محامين وعملت انترفيو مع سيدات أعمال وعملت انترفيو مع ناس كتير. يعني هي ما أخذت رأي واحد وغلطت في الرأي ونزلت المقالة. أنا ما بدافع عن الصحفية، بس أنا بقول إنه الموضوع لازم يقاس من جميع الاتجاهات حتى نعرف كيف ممكن. وللمعلومية، الحملة اللي إحنا قامين عليها الآن، وجهنا خطاب لوزير العمل قبل إجازة الحج تقريبا بأسبوعين، وطلبنا من وزير العمل يعني تعديل القانون اللي موجود في نظام العمل للمرأة، وهو موافقة ولي أمرها عند عملها وأحقيته في فصلها، وبناء على المادة الثامنة من نظام الحكم في المملكة اللي بتقول العدل والشورى والمساواة. بناء على هذه المادة كتبنا الخطاب ووجهناه لوزير العمل. أشكرك جزيل الشكر، ما صار عندي وقت، يعني أشكرك جزيل الشكر سيدة الأعمال السعودية ورئيسة حملة إلغاء الوكيل الشرعي الأستاذة عالية با ناجا. أستاذ كمال، أعود لك يعني إذا كان في تعليق على كلام الأستاذة عالية. ولا شك في تعليق طبعا، أنا بس بدي أقول حاجة مهمة جدا. الحملة هذه لم تصنع القرار يعني عشان تكون الصورة واضحة، الحملة هذه عملت على تفعيل القرار، القرار صدر من فترة طويلة. الأخت عالية بتقول إنه التضخيم والنساء جاهم الذهول في القرار هذا،
يعني أنا ما عارف هم دول سيدات العمل دول جايين من أي كوكب؟ يعني أنا أحترم يعني حقوقهن وأحترم كل شيء، بس كمان نأخذ الأمور بشيء من العقلانية. أنتوا جايين من أي كوكب أنتوا؟ مو أنتوا من المجتمع هذا ولا جايين من كوكب آخر ولا من بيئة أخرى؟ هذا مجتمعكم وأنتوا عارفين، وعارفين مستويات التفكير لدى الصحافة، وعارفين كيف تنشر الأخبار، وعارفين الأشياء. هل يفترض ذلك؟ ألا تكون سيدة الأعمال فقط ما تفهم ولا في شيء إلا فقط في كيف تبيع وتشتري ويلا بالخير أن تعرف؟ لكن أنا بتكلم على منظومة إنسانية متكاملة لابد أن تتصف بها سيدة الأعمال السعودية، وأنا أتصور أنه في كثير من سيدات الأعمال التي يتصفن بهذه الصفات اللي هي تفهم محيطها وتفهم مجتمعها. اللي اتصلوا هذه بالأخت عالي أعتقد أنهم ناس ما هم عارفين إيش الوضع يا جماعة، يعني ما عمرهم سمعوا عادل فقيد تكلم، طب بلاشي، ما شافوا صورته في الجريدة، شافوا صورته في الجريدة، ما في شيء من الفراسة، شيء من القراءة الوجه، شيء من أي حاجة، إنه الرجل هذا ما يفكر كده. بعدين يعني عارفين إنه قرار الملك كمان رافض لهذا الموضوع، الموقف الملك رافض لهذا الموضوع، كيف يصلح عادل فقيد يقول كلام زي ده؟ ومين يصدق كلام زي ده إطلاقاً؟ فيما يتعلق يعني إصرار الأخت عالي على إنه خطاب قال وما قال وقال وما قال، خليني أنا أسلم جدلاً. ها ولي مؤاخذ على الأخ خطاب، كل شيء كل تصريح يقول لك لا أنا لم أقل ذلك إنما فسروا بهذه الطريقة، أنا لم أقل ذلك إنما فسروا، يعني أفهم إنه خبر واحد نشر بطريقة خطأ وفسرته الصحافة وكتابته بطريقة خاطئة، لكن ما أقدر أفهم إنه خبرين إطلاقا. يعني هذه فيها شيء من عدم الوضوح وعدم الشفافية اللي نعتب فيها على معالي الوزير إنه يكون المتحدث الرسمي يعني بهذه الشفافية غير المرغوبة. يعني يقول نعم أنا قلت الكلام ده وأخطأنا ورجعنا، أتمنى هذا الشيء يكون، طبعا هذه الثقافة أيضا غير موجودة. فالخطاب غلط، قال الكلام ده ممكن يكون مرتكزا على ثقافة مرتكز عليها من زمان إنه والله المرأة لابد تكون بهذا الشكل ربما. ما نقول والله لا أنت نبي لا كلامك أنت قلت لازم نمشي عليه، أخطأ والراجل بيقول أنا اعتذرت، يقول أنا ما قلت الكلام ده وأنا بكرة حأنشر إن أنا ما قلت الكلام ده، خلاص إحنا نبدأ ننتج. هنا مشكلة المجتمع النسائي، فكروا يا نساء، وأنا أعتقد إنه في كثير من كنا يفكرنا بهذه الطريقة، فكروا في توجه يخدم. يعني قال خبر ما قال خبر، خلصنا انتهى الموضوع، انتهت القضية، ملف ثاني يطوي ويبدأ في حياتكم. يعني أشكرك جزيل الشكر أستاذ كمال. يعني إحنا حاولنا حقيقة في البرنامج إنه إحنا يعني نحاول إنه نجيب الخبر ونجيب يعني حيثيات الخبر، وايضا يعني نحاول ان نجيب كل يعني الاطراف الموجوده في هذا الخبر، كل الاطراف، ولابد كمان احنا كمان نقول واحنا نعم. نقول كمان كل ما لدينا على الاطراف كلها، وزاره العمل وسيدات الاعمال والصحافه كلنا تكلمنا عنه في الثلاث الاطراف هذه، والوزير شخصيا كمان. يعني هذا المهم عندنا انه كل الاطراف تكون حاضره عندنا في هذا البرنامج الاعلامي. الاستاذ كمال عبد القادر شكرا لك جزيل الشكر، وايضا المتحدث الرسمي بوزاره العمل الاستاذ حطاب العنزي، وأيضا الشكر موصول لسيدة الأعمال السعودية ورئيسة حملة إلغاء الوكيل الشرعي الأستاذة عالية باناجا على مشاركتهم جميعا معنا. فاصل قصير مشاهدينا ونعود لكم في قضية أخرى.